لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فإن من أعظم بيان القرآن والسنة أنه نزل باللسان المبين الذي يفصح به عن المقصود ويظهر ما وراءه من الوعد والوعيد. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال سبحانه وتعالى بعد إذ ذكر أصناف الناس يوم القيامة: ما بين ناج وهالك، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فبيان القرآن بهذه اللغة مع الرسل يبينون للناس ما أشكل عليهم منه، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بذلك قامت الحجة على العباد. وإن أعظم الشقاء أن تكون الهداية بين يدي الناس وهم يأبون أن ينظروا فيها. لذا هذا القرآن نزل بلغة يفهمها أهلها، ليس بلسان غريب عنهم. هذه اللغة تحوي أساليب تظهر في طياتها المضمون من الخطاب، فمن كان له علم باللغة كان القرآن له نضجا واستنارة لقلبه، وكلما كان جاهلا باللغة التي نزل بها كما هو حال أكثر المسلمين فإنه سيشكل عليه كثير من كتاب ربه.
ومن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم حتى صارت العربية أعجمية على أهلها، وصار التزهيد فيها مبلغا عظيما حتى أنه يزدرى ممن يقوم على هذه اللغة ويدرسها، ويرفع شأن من يدرس لغات الغرب وغيرها. فيا ليته كان نافعا وهو يترقى في هذه اللغات وهذه العلوم، لكنه لا يدري شيئا عن معاني الكتاب والسنة. فأي علم حصل وأي قربة تقرب بها إلى الله؟ لا شيء، إذ أنه فرض عليه على عينه أن يفهم المراد حتى يستقيم على مراد الله فيه. فهذه اللغة هي السر الذي به يفتح الكلام لمن أراد أن يتعلم دين الله عز وجل. لذا من أشكي عليه فليراجع أهل العلم وليفتح كتابا واحدا من التفاسير حتى يزول الإشكال الذي طرأ عليه. وهذه التفاسير تمر بمراحل، عصرا بعد عصر ترقق الكلام حتى تبينه لأهل ذاك العصر. لذا هناك ثمة علم داخل التفسير اسمه غريب القرآن. غريب القرآن هذا لم يكن في الأول ولا في الثاني ولا في الثالث من القرون المفضلة، لأن الكلام ليس غريبا عليهم، يعلمون مفرداته ويعلمون معانيه. فلما صارت الفتوح ودخل في المسلمين من ليس منهم ومن العرب من ليس منهم، وصار الكلام فيه غريبا عليهم، بدأ أهل العلم يضعون هذا العلم ويقول هذه اللفظة أصلها كذا وتطلق على كذا ويراد بها عدة أوجه كذا وكذا وكذا، وهذا في السياق الفلاني كذا. بهذا يزول الإشكال، فإذا قرأ القرآن صارت لذته لا تنقضي، وهو يعلم الخطاب والإشارة التي فيه. لذا كثير من الناس من جهله يستدل بالآي على غير ما أنزلت ولا على غير وجهها. رأيت أناسا يريدون أن يؤصلوا إلى حرية الكفر بالله سبحانه وتعالى، ويا ليتهم تزندقوا بعيدا عن الكتاب، لكنهم يريدون أن يستدلوا به، فيقولون أن القرآن قد خير بين الإيمان والكفر. أين هذه؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فلا يسعك إلا أن تشفق على هذا الزنديق الذي يروج هذه الجهالات. لو قيل له أكمل الآية لانفضح الكلام. قال الله عز وجل وقل الحق من ربكم، أي أخبرهم بما أوحي إليك أنه لا إله إلا الله، وأن عبادة ما سواه شرك به، وأن الذي أشرك به مخلد في النار. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. قل لي بربك ماذا تقول وأنت تقرأ قول الله سبحانه وتعالى للهلكة؟ قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هل هذا أمر من الله بالتمتع بالكفر؟ هذا لا يجهله أحد حتى في لسان الناس، هذا أسلوب في غاية التهديد. أرأيت لو أن مسؤولا في بيته في منصبه قال لمن تحته افعل ما تشاء وهو لا يستقيم له على أمره، هل هذا تخيير له؟
إذا قال الوالد لولدي وهو لا يذاكر وقرب الامتحان وهو يلعب ويلهو، فجاءه والده فقال له: ذاكر أو لا تذاكر، افعل ما تشاء. من يفهم من هذا الكلام أنه حظ للولد على الخيار؟ من يفهم ذلك؟ كذا قال الله عز وجل: لكم دينكم ولي دين. ما اسم السورة؟ الكافرون. ما أول السورة؟ قل يا أيها الكافرون. أين التخيير؟ هذه الضلالات صارت في الناس. وقلنا لو أن هذا المنافق الجاهل الذي يتكلم قال بهواه لحذر من شخصه، لكنه يريد أن يستدل بالقرآن، أن يستدل بالقرآن على التخيير. فأين توضع هذه الآيات التي أمرت بمجابهتها؟ وأرسل الرسل حتى يبطلوا هذا الشرك. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كيف يكون هذا خيارا؟ فوالله ثم والله لو أراد الناس بالكفار خيرا لحملوا لهم الشفقة والدعوة إلى الخير، هذا إذا أرادوا بهم الخير. أما أن يزينوا لهم كفرهم ويثبتوهم عليه، والله ما زادوهم إلا هلاكا. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على هدايتهم. وكلما زاد العبد إيمانا كلما زادت هذه الشفقة في قلبه على الناس، مسلمهم وكافرهم، حتى أنه يشفق على الكافر من هذا المصير الذي يعلمه هو لو أنه مات على ذلك. لذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يعود الغلام اليهودي الذي كان يخدمه فوقف على رأسه فقال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه يهودي فقال له أبوه شفقة عليه وولده يجود بنفسه يموت، قال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فتشاهد الغلام وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم محتكا به، يعلم من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنطق الشهادة ثم خرج صلى الله عليه وسلم وقد مات الغلام. فقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. قال الله عز وجل: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ستهلك نفسك، ستموت. قال الله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ستموت حسرة على الكفار أن يسلموا. ترفق بنفسك. هذا يخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يشفق عليهم لا يقرهم على كفرهم. فرق كبير بين أن أقول لمن عصى الله أنت مصح وأقر له بباطله، فأين حق الله علي وهو يراني أبرر مخالفته وأداهن وأقر الباطل الذي يبغضه؟ أين لي بذلك؟ لذلك لسان العرب الذي ورد به القرآن فيه سياقات واضحة تدل على ذلك. من أعظم هذه السياقات سياقات البشرى وضرب الأمثلة فيها. لذا ضرب الله عز وجل مثلا للقلب بالأرض، ثم ضرب لها مثلا يستبشر به الناس. قال الله عز وجل بعدما ذكر قسوة القلب وما يطرأ عليها فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ثم قال بعدها في الآية: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها.
هذا مثل لإحياء القلوب، وليس مقصودا به الأرض في أرضها في أصلها، إنما هو مضرب للمثل أن الأرض حتى لو ماتت يحييها الله عز وجل بإذنه. كذا القلب إذا تكدر وتلطخ وتنجس وكثرت عليه الشهوات وكبلته، اعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فلا تيأس من روح الله ولا تيأس من حالك، بل إن إقبالك بهذا القلب على الله حري أن يفرج الكرب الذي فيه ويحييه تارة أخرى. لكن تعرض للحياة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما الذي يدب بالحياة في القلب تارة أخرى؟ هذه الروح، الروح القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا، لماذا سماها روحا؟ لأن بفراقها يفارق القلب الروح والحياة فيصير ميتا. قال الله: أو من كان ميتا فأحييناه. هذا ضرب للمثل للمؤمن والكافر، فالمؤمن حي والكافر ميت وهو يسير بين الناس. ما المقصود بالحياة والموت؟ هو القلب. وكذا إذا علته الذنوب والمعاصي شبهات وشهوات فإنه يمرض، لكنه لن يفارق الحياة إلا بغلبة أحد المادتين على الأخرى، إما أن تغلب عليه مادة الإيمان وإما أن تغلب عليه مادة النفاق. طالما هو يطيع ويعصي، يطيع ويعصي، يمتثل ويترك، يأتمر ويخالف، يفعل هذه من الطاعات ويفعل هذه من المعاصي، هذا لن يموت على هذا الحال. إذا نزلت به السكرات، إما أن تعلوه مادة الإيمان فيثبته الله، وإما أن يوكل إلى عمله فيثقل لسانه ولا ينطق بلا إله إلا الله. وهذه الأمثلة من وعاها في الحقيقة والله وقرأ القرآن على هذا النحو ما وجد لذة في الدنيا تعدله. إن العبد لا يسمع قارئا يخشع في تلاوته فيطير كأنه فارق الدنيا، فكيف إذا التذ هو؟ وكان هذا المغرف لهذا القلب هو الذي يغرف به إلى القلب مباشرة، فإن القلب يستنير ويستقيم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فإذا كان اللسان هو الأعظم في التأثير في القلب والجوارح، فإذا كان كثير التلاوة والقلب متواطئا على هذا الذي على اللسان في فهم معانيه، فإنه لن يعد هذه التلاوة إلى شيء. وهذا الذي يفسر عمل السلف في ختماتهم وكثرة تلاوتهم وقيامهم ليلا طويلا، وهم أناس ليس فيهم بطال واحد، كانوا يجهدون بالنهار جهدا شديدا، لا يجلسون لا على مكاتب ولا مكيفات، لا يعلمون شيئا من ذلك. كان أفاضلهم يؤجر نفسه للناس يحمل لهم، وتراه صائما تاليا فقيرا قليل الطعام. ما الذي دفع هذا البدن لهذا العمل إلا قلب سليم؟ هذا الذي نشكوه، وهذا هو داؤنا. وإذا علم الداء فلابد أن تعلم أن العلاج لا يعدو القرآن والسنة. لذا قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، فسمى الوحي الذي أنزل عليه هدى وعلما. فكثير السماع للقرآن والسنة متعرض للهدى ومتعرض للعلم،
وكلما زاد حظه من ذلك كلما استنار قلبه وذابت هذه الشحوم والدنس والران الذي تلطخ به قلبه. قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الحسن: هو الذنب بعد الذنب يعلو القلب، ران طبقة، هذه الطبقة لا يؤثر فيك القرآن، كأن الخطاب ليس لك، لا تأثير فيه تماما، بل ينتكس انتكاسا شديدا، فترى كثيرا من هؤلاء يسمع الأغاني فيلتذ وقد تدمع عينه تأثرا، فإذا سمع القرآن نفر قلبه. ثم بعد ذلك هو رجل صالح في نفسه، هذا لا يحتاج إلى شيطان يغويه، فإنه قد تلبس بأعلى الداء، لابد أن يحدث استئصالا قبل أن يباغت بالسكرات. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. وأشهد أن لا إله إلا الله، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إن من أعظم ما ينبغي معرفته هو أن ثمة اصطلاح خاص بالشرع على غير الأصل الذي وضع له في اللغة، فقد تكون الكلمة في اللغة لها معنى ثم يأتي الشرع باصطلاح خاص يراد بهذه الكلمة معنى دقيقا مفصلا، كالصلاة والزكاة. فالصلاة في اللغة الدعاء، والزكاة النماء والطهارة. ومع ذلك الزكاة في لسان الشرع هي مقادير معينة تخرج من أصناف معينة في وقت معين بشروط معينة. الصلاة جاءت على نحو معين، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الحج كذلك، قال: خذوا عني مناسككم، وهكذا. فلا يصلح تفسير الآيات التي وردت بالأمر بالصلاة بلسان اللغة الأصلي، وقد وضع له مصطلح بعينه في الشرع. كذا ألفاظ أطلقها الشرع ولم يرد بها المعنى المتبادر، إنما أوردها في سياق التنفير وشدة الخطر، كتسميته بعض الذنوب من الكبائر وغيرها، تسميتها كفرا وشركا. منها مثلا قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي لفظ فقد أشرك. فالذي يقول والنبي وعهد الله والكعبة كل هذا محرم، لا يجوز ولا خلاف في ذلك، لكن هل هذا خرج من الملة؟ لا. لماذا سماه كفرا؟ للتنفير عنه. وهذا كثير في السنة، قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لماذا قال ذلك؟ تعظيما لشأن وحرمة المسلم. فمن اعتاد أن يسب المسلمين حتى ولو كان مازحا، ولو كان يداعب صاحبه، هذا السباب فسوق. قال صلى الله عليه وسلم: ليس المسلم بالسباب ولا بالطعان ولا الفاحش ولا البذيء، لا يجوز له أن يقوم على شيء من ذلك. لماذا لما تعرض لحقوق المسلمين عظم الشأن فقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ هل معنى ذلك أن كل مسلمين تشاجرا كفرا؟ لا، قال الله:
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فأصلحوا بينهما. فسماهم مؤمنين. لماذا قال صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم ارتكبوا كفرا؟ للتعنيف والتقبيح وبيان الخطر في هذا الشأن. ومن جملتها ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم، قال: من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى يضعها وإن كان أخاه لأبيه وأمه. يداعب صاحبه، يظل يفعل له هكذا بأي شيء يشير إليه، تظل الملائكة تلعنه وإن كان مازحا لا يريد الإيذاء. فهذه الإشارات في هذه الألفاظ تبين حرمة المسلم، فاستعمل فيها أعظم معاني التقبيح في لسان الشرع، وهو وصفه بالكفر، حتى لا تظن أنك في سعة أن تقع في هذا وتفتري على هذا وتسيء إلى هذا وتأكل هذا وتهضم هذا فتصير مباحا ولا شيء عليك. لا والله، ولن تمر بها، ستوقف بين يدي الله، ستحبس، يؤخذ من حسناتك بقدر هذه التي أحدثتها، لن تمر بها. فمن رأى في نفسه اليوم شيئا أقوى من غيره فليبصر آخرته وما هو وارد عليه. لا ينسى هذا اللقاء، فإنه عما قريب جدا سيموت وسيلقى هذا ولن يتخلف عنه. لذا قال صلى الله عليه وسلم من جملة ما أشار: المسلم أخو المسلم، فجعلها قاعدة عامة، ثم قال فيها: لا يحل لمسلم أن يبيع على بيع أخيه، ولا أن ينكح على أن يخطب على خطبة أخيه، وحرم التناجش، وحرم الخديعة والمكر والغش. فقال: المكر والخديعة والغش في النار، أي صاحبه في النار. فمن جملة ما أشار إليها صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، ثم قال: ولا يحل لمسلم أن يبيع شيئا فيه عيبا إلا أن يبينه له. فلا يجوز لك أن تبيع فتقول: هو يبصرها يفهم فيها لا شأن لي. لا، هذا المال الذي أخذته محرم عليك، هذا بيع حرام. إذا كان في السلعة عيب وجب عليك أن تبينه، وجب عليك أن تبينه، لا تعتمد على فهمه هو، فإن هذا من الخديعة والغش منك. لذا قال صلى الله عليه وسلم للرجل لما وجد الصبرة وضعت من الطعام ووضع يده فيها، في رواية أبي داود أنه أوحي إليه أن ضع يديك، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فوجد فيه بللا، فقال له: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته سماء، مطر. قال: ألا جعلته أعلى حتى يراه الناس؟ وفي الرواية الأخرى: أما جعلت هذا ها هنا وهذا ها هنا حتى يبصره الناس؟ من غشنا فليس منا. أرأيت هذا اللفظ؟ فليس منا، تنفير شديد في لسان الشرع عن هذه الحقوق وإضاعتها. فليست الحقوق على درجة واحدة، ولا الأساليب في اللغة على درجة واحدة، ولكن من علم مراتبها علم قدر الذنب أو الأمر الذي يقوم عليه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.